مساء الخير. مساء تتلاقى فيه الأحلام بالعزيمة والإرادة، مساء يدل على عبارات المحبة المقدمة منا لأصحاب الهمم، فدمتم بكل سعادة. مساء من إبريل، حيث اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، من أجل غاية نبيلة تحمل في ثناياها الإنسانية بكل مبادئها، حيث يكون الإنسان بعون الإنسان وعون لفئة خاصة لهم الحق والحب والأمان. مساء نفحاته همم وقمم وفوز ونصر، مساء أجمل ويشبه كل الأمسيات الإماراتية البهية. أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في وقت سابق الثاني من إبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد، فمضى العالم بأسره للاحتفال بإبريل كله شهراً لمن هم من أصحاب الهمم أصابهم التوحد أو طيف منه. وللحديث والتعريف أكثر حول مرض التوحد يشرفني أن أرحب بضيفتي الموجودة في الاستوديو الدكتورة دينا صالح، استشاري أعصاب الأطفال. أهلاً بك معنا اليوم. أهلا بحضرتك، أهلا بك. ودكتورة، بالبداية قبل أن ندخل بتفاصيل أكثر حول هذا المرض وتحدياته، بهمنا بالبداية أن نتعرف على مرض التوحد. ما هو التوحد؟ الحقيقة اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي، يعني لسه لحد ما نقدرش نقول عليه مرض، بس هو اضطراب لأنه إلى الآن إحنا ما وصلناش لأسباب اضطراب طيف التوحد. بيبقى فيه بينتج عن مشاكل في التواصل الاجتماعي والتواصل البصري، إلى جانب بعض المشاكل السلوكية والسلوكيات النمطية. عادة بتتضح ملامح أو سمات التوحد ما دون سن 3 سنوات، وفي بعض الأنواع اللي بنقدر إن احنا نقدر نشخصها حتى أو نشك فيها، ما نقدرش نطلق تشخيص التوحد قبل سن 2، ولكن في بعض العلامات اللي بتقلقنا قبل سن 1. فهو نتيجة لخلل أو اضطراب نفسي عصبي أساسا بيؤدي إلى السمات اللي قلت حضرتك عليها دي. لا لأن يختبئوا ولا لأن يعيشوا الإنعزال، بل نحو دمجهم وتنمية قدراتهم الخاصة، ولأجل مزيد من حكايات نستدل فيها على همتهم وقدراتهم. كان اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، بل شهر إبريل كله مناسبتهم الخاصة لذوي التوحد. لفتت به الانتباه الأمم المتحدة عبر جمعيتها العمومية بتحديد 2 إبريل من كل عام، بل اعتبار شهر إبريل برمته موعداً للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، حيث الغاية والهدف ترنو إلى تمكين مصابي الاضطراب بطيف التوحيد للاندماج أكثر في المناحي الحياتية. ولأن الواقع
بكل دلائله يؤكد أن دولة الإمارات سباقة ورائدة في مجال الاهتمام بالأشخاص من ذوي التوحد وأصحاب الهمم. تكمن هنا الغاية النبيلة لمجمل الفعاليات التي تهتم بأصحاب الهمم، منها الأولمبياد الخاص المرتقب إقامته في العاصمة أبوظبي مارس العام المقبل، وهو ما ظهر في ملمح من ملامح الألعاب الإقليمية التي انتهت فعالياتها في أبوظبي قبيل أسابيع. ولأن التحديات والفرص في ممارسة الحقوق ممارسة كاملة في مختلف الأمور من المهام المهمة والمنتظرة، غاية مرجوة هنا أحد المراكز التي تهتم برعاية المصابين بطيف التوحد، حيث كغيره من المراكز أخذ على عاتقه مهمة دمج هؤلاء من أصحاب الهمم في المجتمع. جميل ان يكون في 2/4 اليوم العالمي للتوحد، والحقيقه هم مش بنحتفل لمده يوم، هو شهر ابريل كله بتكون احتفالات بالترابط في التوحد. وحلو ليه؟ لان الترابط في التوحد هو اعلى نسبه انتشار في وسط الاعاقات الاخرى، حتى فاق نسبه السكري، يعني نسبه اصبحت رهيبه في انتشاره، تستدعي تسليط الضوء عليه بالشكل اللي هو موجود الحمد لله. واحنا زينا زي بقيه المراكز الاخرى ان احنا عاملين سنويا اسبوع كامل من عاملين فيه فعاليات عشان نركز فيها على تسليط الضوء على اضطراب طيف التوحد، عشان المجتمع كله يعرف احنا سعداء جدا بالتوعيه اللي حاصله في شهر ابريل بالذات، لانها بتساعد جميع المراكز اللي عندها اطفال توحد او متخصصه في اضطراب طيف التوحد. وعلى مستوى الدوله حتى الهيئات والجهات اصبحت بالامس كان في اضاءه مجموعه كبيره من المباني بالضوء الازرق، كان فعاليات جميله جدا على كورنيش تلفت نظر المجتمع ككل. احنا كمركز الامارات للتوحد عاملين فعاليات لمده اسبوع وبنعملها للسنه الحادية عشرة على التوالي تحت رعايه معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، فيها بنركز جدا على الحمله التوعويه. بل هذا المركز كان وما زال شاهدا على اول من اندمج في المدارس ليحقق ما كانت تصبو اليه عائلته ليحصل على شهاده الثانويه العامه وبنسبه بلغت 77%. بالنسبة لخدماتنا احنا بنقيم، احنا بنعمل حاجة اسمها تعديل سلوك، بنحط برنامج تعليمي فردي، بنعمل حاجة اسمها عملية تهيئة، والدمج بيكون نوعين، دمج مدرسي، وليس كل الأطفال من خلال المركز ان هو لازم يتم دمجهم في المدرسة، اللي بيتم دمجهم بيكونوا القابلين لعملية الدمج بعد التهيئة، وفي آخرين غير قابلين لعملية الدمج أو حتى المدمجين بالمدارس بيحتاجوا للدمج المجتمعي. الدمج المجتمعي بالنسبة لهم هام جدا لأن هو فرد فعلا من هذا المجتمع. أي ما بيه دولة الإمارات لاستيعاب الحقيقة دور جامد وقوي جدا جدا لاستيعاب كل أصحاب الهمم ومن ضمنهم فئة اضطراب طيف التوحد. مش قادر أقولك أنه الاستيعاب اللي معمول قد إيه مديهم ثقة، يكفي إطلاق مسمى أصحاب الهمم بدل كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي دعت للأمل والقضاء على اليأس ودت لهم قوة دفعة وفعلا خلتهم جملة معبرة جدا على أنهم أفراد، وأفراد من ضمن النسيج المجتمعي وأنهم منتجين بمعنى الكلمة. والدة عاشت الظروف مع ابنها فنقلت التحدي من بيتها إلى الإسهام بالعمل في المجتمع لأجل تعزيز الجانب التفاعلي لهؤلاء الفئة من المجتمع، وهو ما تحقق بنسبة نجاح بلغت 60%. الحقيقة أنا طبعا قبل ما أكون مديرة مركز الإمارات للتوحد ومن مؤسسينه، أنا أصلا أم لشاب توحدي، مشواري مع ابني مشوار طويل جدا، يعني لو قلت أن أنا الحمد لله حياتي كلها كنت مسخراها لعمر ابني. عمرو كان السبب وان هو غير محور الاسره عندنا بالكامل. عمرو ابني كان اول طفل توحدي تم دمجه في دوله الامارات سنه 2001، وكان الدمج ده نتيجه توصيات المؤتمر اللي كان في يونيو سنه 2001 اللي عملها جمعيه اولياء امور المعاقين في الشارقه، وان انا شاركت بابني كحاله عملي، وكانت توصيات هذا المؤتمر، والحمد لله ان احنا دايما نقول المؤتمرات التوصيات بيها ان احنا بنهتم بيها، لان من هذا المؤتمر تم فتح باب الدمج لعمرو كان اول طالب، ومن بعده الحمد لله عشرات الحالات دخلت للدمج من فئه التوحد. الحمد لله انه احنا مشوارنا كان طويل مع عمرو، لكن لاقى النجاح وحصل عمرو على ثانويه عامه الحمد لله سنه 2013، وتم تعيينه حاليا في المركز
وإن إحنا موكلين له في المركز كل المهام اللي بتعيق شغل المدرس وبتضيع وقت المدرس بيقعد يحضرها يوميا ويضطر إن هو يسيب الطلبة عشان يحضرها، كل المهام اللي بتحتاجها جميع الفصول. هي فئة لديها الطاقة والذكاء والقدرة على العطاء، لكن لديها الظروف الخاصة التي باتت تحتاج إلى خاصية المعاملة. نعود إليك من جديد دكتورة، والمعاني التي يحملها وجود يوم عالمي للتوحد وشهر كامل للتوعية بهذا المرض. الحقيقة زي ما شفنا في التقرير، يعني احنا دلوقتي بقى عندنا توعية كبيرة ووعي كامل لاستيعاب الأولاد دول أصحاب الهمم زي ما تفضلوا وقالوا في التقرير، لأنه نظرة المجتمع ونظرة الأسرة للطفل اللي عنده توحد الحقيقة بتفرق كتير جدا جدا في العائد اللي بنشوفه للطفل ده. في الأول بتشوفي أبهات وأمهات عندهم نكران تماما وحابين يستخبوا ومش عايزين يقولوا إن ابنهم أو عايزين ينكروا أصلا التشخيص، يعني هم مش حابين يسمعوا كلمة إن ابنك عنده اضطراب طيف توحد. فده في حد ذاته كسر الحاجز أو البرود إنه ابني عنده توحد، وبالتالي ابتدى عنده تقبل على مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع الصغير والبيئة المحيطة به، وابتدى يبقى فيه استيعاب للمجتمع للأولاد دول وللأطفال دول كطفل وكمراهق وكبالغ. زي ما تفضلوا في التقرير، هو الولد بقى عضو عامل بناء في المؤسسة، وده حقيقة حاجة مهمة جدا، لأن دي أولى خطوات العلاج. أولى خطوات العلاج والتدخل المبكر، إن في الأول إن أنا أدمج الطفل ده في المجتمع وأعرف أدخله في مراحل تأهيلية تأهله إنه بعد كده يروح على حضانة، يروح على مدرسة، يبقى فرد بناء في المجتمع. دكتورة، من أجل اندماج هذه الفئة في المجتمع نحتاج إلى دعم كبير من المجتمع، ونحتاج إلى توعية للمجتمع. طبعا. من خلال خبرتك بهذا المجال، ما هي أهم المفاهيم الخاطئة اللي بتحسي أنها متواجدة في المجتمع عن هذه الفئة، والتي يمكن أن تعوق اندماج هذه الفئة بالمجتمع؟ زي ما قلت حضرتك، أول حاجة لازم الأسرة كأسرة صغيرة تبتدي تتقبل الوضع وبتبتدي تتعرف على قدرات ابنها إيه، وتبتدي تنمي القدرات دي من خلال توجيهه إلى جلسات تنمية مهارات، سلوك، تخاطب، علاج وظيفي، ودمجه في مراكز متخصصة. ومن هنا بتبدأ الرحلة. الدمج المراكز المتخصصة بتبقى دورها كبير جدا، لأن ده دور بيبقى تأهيلي للطفل إن أنا أعرف أدمجه في مدرسة وأدمجه في المجتمع. بناء عليه المعالجين أو المراكز المتخصصة دي بتبتدي تحط خطة فردية لكل طفل بناء على قدراته المعرفية أو بناء على إمكانياته، إن الطفل ده يبقى عنده خطة نقدر نبتدي نفعلها. مرحلة الدمج لازم تكون مرحلة تمهيدية، يعني ما ينفعش أقول إن الطفل ده مستعد يروح المدرسة وادمجه تلقائي، فجأة تلاقي طفل عنده توحد والأم تقولك أنا عايز أقدمه له في مدرسة. طب حضرتك عملتي إيه عشان نقدر ننقله من البيت أو من الحضانة العادية؟ لازم يكون في تأسيس، لازم يبقى في مرحلة انتقالية. وعادة اللي بنشوفه، يعني السيناريو أو السيكونس السهل، إن الطفل يبقى في مركز متخصص معاه مدرس الظل بتاعه الموجود في المركز، ومدرس الظل ده بينتقل معاه لمرحلة دخول المدرسة، وعن طريق المراكز دول بيبتدوا المراكز يبتدوا يدوا زي توعية سواء كان للطلبة الأطفال المصاحبين لوجود الطفل ده في الصف الدراسي، طبعا حسب المرحلة العمرية، يعني صحيح. إن أنا أقدر أخاطبه وما أقولش إن ده طفل عنده توحد، إنما أقول طفل ذو احتياجات معينة محتاجين نوفرها له في محيط المدرسة، من خلال محاضرات لأولياء الأمور ومحاضرات للمدرسين وكل أعضاء الهيئة التدريس اللي بيتعاملوا مع الطفل، ومن خلال كمان بورشورات، ومن خلال وضع خطة تعليمية للطفل ده. إلى جانب الحقيقة في بعض المدارس دلوقتي ابتدت توفر دعم خارجي في صورة جلسات نطق وتخاطب وعلاج وظيفي عشان نقدر نوظف كل حاجة داخل البيئة دي في المدرسة، لأن ده يعتبر تقريبا 50% من العلاج. 50% الأولانية حضرتك بتوفريها عن طريق الجلسات والتنمية القدرات والمهارات، إنما 50% التانية بقى المهمة، اللي هو الطفل ابتدي اجتماعيا يندمج مع صحيح. الأطفال يتقبل وجوده في وهم كمان يتقبلوه، يعني وده بيعمل تطور وطفرة فظيعة في التطور اللفظي وغير اللفظي للطفل ده في المجتمع والتواصل مع المجتمع.
يعني من أجل الوصول إلى مرحلة الدمج هذه الفئة بالمجتمع واللي إحنا جميعا بنشتغل لنوصل إلها، لابد أن يكون هناك مثل ما ذكرتي حضرتك مراكز مختصة بتتعامل مع هذه الفئة في مرحلة التأسيس وبتهيئهم للانتقال للمرحلة الأخرى بكل سلاسة. أين نحن الآن من تواجد هذه المراكز وأهمية تواجد هذه المراكز في المجتمع؟ الحقيقة طبعا الأهمية يعني ماسة، لأنه فعلا معدل انتشار التوحد بقى 1%، يعني حضرتك بتتكلمي في نسبة مش هينة. صحيح. إلى جانب أن المراكز دي بتحتاج إلى مختصين، مش أي خدمة تقدري تقدميها. المراكز دي متوفرة على مستوى الدولة كتير جدا، بس يعني إحنا بنقابل الحقيقة تحديات كتيرة، أنه بادئ زي بدء أن الأهل يتقبلوا أنهم يدخلوا ابنهم مركز أصحاب الهمم، لأنه بتبقى النظرة أن أنا مش عايزة يتقال على ابني معاق ذهنيا أو أن ابني عنده خلل، فدي بتبقى مرحلة الحقيقة بتأخرنا كتير جدا عشان نبدأ خطة العلاج. الحاجة التانية أن بعض إلى حد ما المراكز دي أسعارها الحقيقة مش رخيصة، يعني صحيح. غالية جدا، في تحديات للأهل كبيرة، بأن الكلفة عالية عليهم كبيرة جدا، لأنه حضرتك بتتكلمي في مبلغ يفوق أو 3 أضعاف المبلغ المدارس العادية. صحيح. إلى جانب لما أنت بتقدمي لابنك من أصحاب الهمم إلى مدرسة، بيطلبوا منك مدرسة الظل اللي هي كمان تكلفتها عالية جدا. فدي الحقيقة تحديات بنشوفها كل يوم وبتأخر كتير خطة العلاج، لأنه ما فيش إمكانية لو طفل مثلا من أسرة مكونة من 2 أو 3، أنت هتصرفي على الطفل الواحد ده اللي بتصرفيه على 3 أطفال. وبالتالي الحقيقة في تحديات كتيرة، بس الحقيقة يعني الدولة كل ما دام في وعي زي ما احنا شايفين المراكز والمدارس، ودلوقتي بقى في مدارس كتير على مستوى الدولة معروفة بأنها بتقدم دعم للأطفال دول. دكتورة، المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، وخصوصا في ظل المعلومة اللي يعني بيعرفوها الناس بأنه تكاليف التواجد في مؤسسات مختصة بفئة أصحاب الهمم من ذوي التوحد هي يعني تكاليف عالية جدا. صحيح. لذلك المسؤولية بتكون على العائلة وعلى المجتمع أيضا، ونشترك صحيح. فيها جميعا. صحيح. يعني إذا في بعض النصائح البسيطة بكيفية التعامل مع هذه الفئة، وهل طريقة التعامل معهم هي فعلا معقدة محتاجة إلى مختصين، ولا يمكن لتوعية بسيطة أنه تخلق مجتمع محب ومتسامح مع هذه الفئة؟ طبعا هي بادئ زي بدء، يعني الشهر ابريل اللي هو فيه التوعية ده اوريدي ليه دور كبير قوي، لانه كتير من اهالي والامهات بشوفهم في العيادة بصورة يومية جاي مجرد شكوته ان الطفل متأخر في الكلام، ولكن تكتشفي ان الطفل منعدم التواصل تماما و24 ساعة قاعد قدام التلفزيون والايباد، والاهل بيدعوا ان الطفل ده ذكي جدا لانه بيجيب حاجات على الايباد واليوتيوب ما بيعرفوش يجيبوها هم، وده مش ما يعتدش نوع من انواع الذكاء. فبالتالي التوعية لحاجة زي كده بتكون مهمة جدا. الدور الثاني الحقيقة في كتير مؤسسات خيرية بتدعم الأطفال دول، يعني زي ما أنا قلت إن فعلا المراكز دي غالية، إنما في مؤسسات خيرية كتيرة، فدورنا إحنا كأطباء أول ما نكتشف أو نشك إن الطفل ده عنده اضطراب طيف توحد، بنبتدي على طول مباشرة نبتدي نعمل له التقييم عشان نقدر نتأكد من التشخيص بتاعنا، وبدورنا نبتدي نعمل حاجة اسمها تقرير طبي بحيث إدراجهم في إحدى المراكز المتخصصة. وطبعا إذا الأهل غير قادرة على الدعم المادي إنها تدخل ابنها مؤسسة من إحدى المؤسسات المتخصصة، بنبتدي الحقيقة ناخد دعم من هيئات زي الهلال الأحمر ومؤسسات خيرية كتيرة جدا جدا بتدعمنا الحقيقة في الحالات اللي زي دي. دلوقتي بقى في وعي من الناس العادية من الأهالي إن الطفل التوحد مش طفل عنده مرض معدي، مش طفل عنده لوث أو مرض نفسي. صحيح. فبالتالي بقى إلى حد كبير يمكن في تقبل أكثر كتير على مستوى المجتمع كله، الحمد لله. دكتورة، احنا شاكرين جدا لوجودك معنا. الدكتورة دينا صالح، استشاري أعصاب الأطفال، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. سلام. ومتابعينا معكم مشاهدين الكرام، بعد الفاصل لنا عودة.
الخبر وما وراءه، السطور وما بينها، الصورة وتفاصيلها، النجوم وحكاياتهم، الحدث وأبطاله، من ملاعب الكرة إلى ميادين السباق. الملحق الرياضي لصحيفة الاتحاد، متعة الصحافة الرياضية تتصفحها كل صباح. الألعاب، النجوم والأحداث، محلياً عربياً وعالمياً، رؤية جديدة من ملاعب الرياضة نضعها بين أيديكم. مجموعة من الأقسام والصفحات الرياضية المختصة ومقالات لأشهر الكتاب في العالم العربي. نقدم لكم محتوى متنوع شامل لكل ما يحدث في عالم الرياضة. ملحق الاتحاد الرياضي لصحيفة الاتحاد، ستعيش الرياضة بكل تفاصيلها. الاتحاد مصدرك الأول. الجوجيتسو. Jiu-jitsu was my life. رياضة الأقوياء. Porque treinando porque gostava de verdade. You gotta be the main one. منذ البداية. I started Jiu-jitsu when I was 3 years old. ومنبع الشغف. And they have passion for Jiu-jitsu. حتى النهاية. And I want people to like know who I am even when I stopped to compete. الكفاح والطموح. I train really hard. I start training a lot. I do like 5 trainings a day. وروح المنافسة. I always like to compete a lot. أبو ظبي عاصمة الجوجيتسو في العالم، تستكمل دورها في دعم تلك الرياضة من أجل زيادة انتشارها عالمياً ودعم حلم الاعتماد الأولمبي. The most powerful jiu-jitsu place would be Abu Dhabi. وتقدم من إنتاج أبو ظبي الرياضية مجموعة من الوثائقيات عن أكبر أكاديميات اللعبة في العالم وأشهر الأبطال. You can try your best in Scotland Jiu-Jitsu. وذكرياتهم التي لا تنسى. I got double gold again. وثائقيات الجوجيتسو على قنوات أبو ظبي الرياضية. في الأسبوع 20 من دوري الخليج العربي، العين يقابل ديبا. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. تكريماً لذكرى المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من دولة الإمارات، أرض الأحلام اللامتناهية، حدث كبير لغاية نبيلة، ماراثون زايد الخيري نيويورك، عمل خيري لصالح مرضى الكلى من سنترال بارك في مدينة نيويورك. معاً نصنع التغيير. انضموا إلينا. حدث لنشر الوعي، حدث يعطي الأمل. ماراثون زايد الخيري نيويورك على أبوظبي الرياضية. لعشاق الجوجيتسو، أبو ظبي الرياضية تعيد لكم ذكريات أقوى المباريات بين أقوى المقاتلين من خلال برنامج عقد من الأبطال. مناسبة رائعة لاستعادة أروع اللحظات من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. تحليل اللقاءات، أهميتها وقدرات أبطال اللعبة. برنامج عقد من الأبطال على قناة أبو ظبي الرياضية الثانية.
كان الحضور لافتا ومميزا لمنتخبنا الوطني للإرادة. تفاصيل مشاركته في الألعاب الإقليمية كانت موشحة بالذهب وميداليات أخرى من فضة وبرونز. وعشرون ميدالية مجموع الحصيلة التي حصدها منتخبنا الإرادة في البطولة الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي اختتمت منافساتها مؤخرا في أبوظبي، مشاركة اللافت فيها أن أصحاب الهمم لمنتخبنا يخوضون منافسات لأول مرة في جمباز السيدات، سباحة السيدات، أثقال السيدات والعجلات المدولبة. ست وثلاثون ميدالية ذهبية حصيلة أبطالنا إلى جانب 51 فضية وواحد وأربعين ميدالية برونزية. وجاءت مشاركة بعثتنا هذه المرة لتكون الأكبر في تاريخ مشاركات دولة الإمارات في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، فقد كانت في السنوات السابقة بمشاركة 50 و58 شخصا، أما هذه السنة فوصل عدد البعثة الإماراتية إلى 200 شخص، منهم 140 لاعبا ولاعبة، بواقع 99 رياضيا و41 رياضية، من بينهم 30 رياضيا شركاء أسوياء الغاية، من ذلك لدعم مبدأ مهم ألا هو الدمج، وهو ما يشجع عليه الأولمبياد الخاص العالمي وجميع الحركات العالمية للأولمبياد الخاص على الألعاب الموحدة التي تجمع أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص الأسوياء من غير أصحاب الهمم. نجاح إماراتي لافت من كل النواحي، وتوجه أصحاب الهمم بمنصات الانتصار ليغدو هذا النجاح ديدنا هؤلاء الأبطال. وللحديث أكثر عن مشاركة منتخب الإرادة بالألعاب الإقليمية والنتائج التي حققها أعضاء الفريق، يسرنا أن نستضيف ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو، ومنرحب فيكم الأستاذ طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، أهلا بك، وعبد الوهاب الحسني لاعب منتخب الإرادة أهلا بك، وجمال ناصر مدرب منتخب الإرادة للسباحة أهلا بكم جميعا معنا. وأستاذ طلال نبدأ معك، وما شاء الله هذا الفريق المبهر، المشاركة الأكبر لمنتخب الإرادة لهذا العام، حدثني شوي عن النتائج، عدد الميداليات اللي حصل عليها أعضاء المنتخب في المنافسات الإقليمية لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم على هذه الاستضافة وعلى تغطيتكم الدائمة والبرنامج الرائع هذا من قبل بداية البطولة إلى أيام البطولة، وإن شاء الله متواصلين إلى نحين. هي الرسالة السامية اللي نريد نوصلها من استضافة هذا الحدث العالمي، وأهم شيء هو الإرث اللي يبقى والفائدة اللي تعم إن شاء الله في دولة الإمارات. صحيح. وتظهر الصورة المشرقة لدولة الإمارات دائما. الحمد لله هذه السنة مثل ما شفتوا يمكن مشاركة دولة الإمارات في أو تنظيمها لدورة الألعاب الإقليمية ومشاركة الوفد الإماراتي فيها كان أعلى مشاركة في تاريخ مشاركات منتخبات الإمارات أو فرق الإمارات في الأولمبياد الخاص. كانت المشاركة مكونة من 200 شخص، فيهم 144 لاعب، 30 منهم من الشركاء مع أخوانهم أصحاب الهمم، فالعدد كان كبير جدا ومقارنة بالمشاركات السابقة. أيضا الألعاب اللي شارك فيها اللاعبون الحمد لله اليوم كانت استضافة أبوظبي ل 16 لعبة، شارك منتخب الإمارات أو فرق الإمارات في 15 لعبة منهم، فلعبة واحدة فقط اللي ما شاركوا فيها لاعبي الإمارات، لكن إن شاء الله في دورة الألعاب العالمية وبتوجيه واضح من سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد الرئيس الفخري للأولمبياد الخاصة الإماراتي، ومتابعة حثيثة من معالي شمة المزروعي، والديبريف اللي صار دايركت من اللجنة المنظمة من سبيشال أولمبيك الإماراتي أو الأولمبياد الخاصة الإماراتي
أن إن شاء الله في دورة الألعاب العالمية تكون المشاركة في جميع الألعاب اللي تنظم في إمارة أبوظبي. الهدف الأساسي من تنظيم هذا الحدث طبعا هو مشاركة أصحاب الهمم لأخوانهم الأسوياء وأيضا مساهمة المجتمع وإظهار الصورة المشرقة باهتمام بأهم فئة اليوم لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفوز والخسارة شيء مهم، لكن مش بأهمية مشاركة اللاعبين وفرحتهم بهذه المشاركة. صحيح. لكن مع ذلك الحمد لله مثل ما شفنا يمكن في التقرير اللي عرضته كانت النتائج جدا رائعة. أكبر حصيلة ميداليات في تاريخ الإمارات في الأولمبيات الخاص، 126 ميدالية مثل ما شفنا، مجموعة كبيرة منهم ذهبيات، أيضا 51 فضية و51 برونزية، فمشاركة إيجابية يشكر عليها اللاعبون والقائمون على هذا على هذه الفرق. يعطيكم العافية عبد الوهاب، رح نيجي إليك وأنت يعني بتشاهد نفسك بالتقرير ومبسوط وفخور وإحنا فخورين فيك، أحد أعضاء منتخب الإرادة في فريق السباحة، حكي لي شوي عن مشاركتك وشو حققت من نتائج. أحكي عبد الوهاب سباحة. السباحة أحكي لي كم ميدالية، كم ميدالية إيش؟ ذهبية. 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 ذهبيتين هو حصل سباق 25 متر حرة ومع فريق التتابع ألف كمان حصل ذهبية. عبد الوهاب سباح مخضرم من 96 ومثل الإمارات ومثل الأولمبياد الخاص، فكان له شرف المشاركة بهالبطولة، وحقيقة هو ما في بطولة فاتته على الإطلاق من 96 لليوم إلا أعتقد 2002 بلبنان كان ألعاب إقليمية، بس اليوم هو جاهز ورغم أنه هو يعني من العمر يعطيه ما شاء الله عليه. ما شاء الله يعني العمر كله يعني أنت بعمر الأربعين لكن لازلت لديك الكثير لتعطيه وتقدمه. عبد الوهاب احكي لي شو بتعني لك الرياضة؟ يعني لما أنت بتسبح شو بتحس؟ سولف أسبح أي شيء. طيب تسبح أي شيء يعني أنا معك، بس إيش بغير بشخصيتك؟ تسبقهم تستانس تبغى تفوز على طول؟ قل لها خبرها. احكي لي احكي لي كيف بتحب تفوز؟ ليش بتحب تفوز؟ لما اخذت الميداليات لبستهم شو كنت بتحس؟ فرحت. فرحت. احسنت، برافو عليك، برافو صح تعبير. رح نرجع لنكمل ما شاء الله شفنا يعني يوم يشوف نفسه في التلفزيون كان جدا سعيد. هذا الهدف اليوم من تنظيم مثل هذه الاحداث ودمجهم من الاخوان في المجتمع. قصصهم تحمل العديد من المدلولات، تحمل مدلولات الإرادة والعزيمة، غنية بالتفاصيل الجميلة، تبحر بخيالنا بعيدا، إذا إلى حيث هم وحدهم من يستطيع الوصول. عبد الوهاب الحوسني ضيفنا بالاستوديو، أحد هؤلاء الأبطال وما زال ذو همة عالية حتى ببلوغه الأربعين. تأكدت منه من صغرته يوم دخل في النادي في جماعة قالوا هذا تعبان ما تعبان وما يقدر، قلنا لا هذا اللي بيتعلم. في نادي ضباط تعلم، في نادي ضباط تعلم، بعدين نادي ثقة قالوا هذا ما دام يعرف سباحة ودوا نادي شو اسمه مال السباحة مال ايه، وطلعنا من هناك ودينا النادي الحمد لله وشوي شوي تعلم. صغرى ويانا نحن ونحن لمسنا هالشيء اثناء يعني يوم كنا صغار نسير البحر، شوفه يعشق البحر يعشق الماي،
بحكم أنه قريب منه في العمر، تدربنا مع بعض في السباحة، شفته لا متميز، وبعد ذلك تدرب وطلع البطولة لأمريكا في سنة 95. بعد ذلك من رجع على طول دخلناه في النادي من سنة 96 والتزم في النادي حتى الآن، والحمد لله يعني رفع راسنا ورفع راس الدولة وياب ميداليات على مستوى العالمي وعلى مستوى الإقليمي وعلى السن المحلي طبعا. إنجاز يعني كبير بالنسبة لنا، يعني احنا نقول يعني من أصعب الأشياء أنك تجيب ميدالية على مستوى عالمي، فما بالك يعني صح أنه في فئته، لكن يعني ما بشيء يستهان فيه. تكريم الشيخ زايد الله يرحمه كان تكريم لنا نحن كلنا، مش له شخصه، بالعكس هذا تكريم لنا نحن كلنا كعائلة كأسرة كمجتمع كامل. الوهاب كنت كتير مبسوط وسعيد ومتحمس وانت شايف نفسك بالتقرير، ويعني بتستاهل لانه انجازات حلوة ومميزة. احكي لي شوي عن ميدالياتك، عن انجازاتك، احساسك بهاي الانجازات. اوكي، ميداليات حلوة. مبسوط من انجازك، لوين حاب توصل؟ ايش هدفك؟ يعني ما شاء الله حققت كتير ميداليات، بعد هاي الميداليات لوين حاب توصل؟ وين هتيم كابتن؟ خلص خلي المدرب يجاوب. استاذ جمال بعد عبد الوهاب حابب تصير بطل بعد صح؟ ايه، تحب على طول تبقى بطل صح؟ ان شاء الله السنه الجايه شو بدك؟ سريه بقى سباحه. وشو بدك تجيب؟ فوز. شو ذهب ولا فضه ولا برونز؟ ذهب. عبد الوهاب يعني طبعا على الذهب، تعودوا على الذهب اجمالا، ولما ما بيحصلوا على الذهب هن يعني بصيبهم شيء من الحزن. طبعا مع الخبره صاروا بيتاقلموا بالنسبه، بس الجداد ما بيتاقلموا، اذا خسروا عنده المشكلة لازم يفوزوا، وهو هذا يعني حب التنافس هيك بيتعلموا. ومع الوقت مع الخبرة بصيروا بقى بيستوعبوا ما بين انه يتقبل الخسارة او ما يتقبلها. بس اجمالا عبد الوهاب يعني عنده خبرة طويلة من 95 وبمثل الدولة بالأولمبياد الخاص، ما شاء الله فترة زمنية طويلة. وهو دائما يعني لما بسافر بطولة يعني حتى شخصيته وحتى نفسيته بتتحسن، يعني بيكون أحيانا في هذا هو الهدف، هذه هي أهمية الدمج اللي بنحكي فيها. أستاذ طلال، بدي أرجع لحضرتك ونتحدث أكثر عن الألعاب الإقليمية اللي انتهت والحمد لله كانت بنجاح كبير. ما بعد هذه الألعاب الإقليمية، تجهيزاتنا لعام 2019؟ يمكن مثل ما كنتوا عارفين يمكن تشكل مجلس إدارة الأولمبياد الخاص قبل في شهر 12، أتوقع في شهر 12 2017، وبعدها كان على طول التحدي الخاص بمشاركة المنتخب في الألعاب الإقليمية. تم تجهيز الأسماء، يشكرون أيضا اللجنة السابقة المشرفة على الأولمبياد الخاص التابعة لاتحاد المعاقين، أسسوا أساس طيب على أساسه إحنا كملنا المشوار. وكانت التوجيهات واضحة بأن المشاركة تكون بأكبر عدد وفي أكبر مجموعة من الألعاب، والحمد لله توفقنا في هذه المشاركة بأن هذه المجموعة الكبيرة من الميداليات والإنجازات اللي حققوها. بعدها الحمد لله مباشرة طلعنا بتقرير خاص بالمشاركة وإعداد خطة خاصة
بمشاركة إن شاء الله جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الألعاب اللي راح تكون موجودة في دورة الألعاب العالمية. هناك لجنة فنية تابعة لمجلس إدارة الأولمبيات الخاص، اجتمعت اللجنة ثاني يوم بعد المشاركة وبعد انتهاء دورة الألعاب الإقليمية، وبدينا في وضع الخطة الفنية الخاصة بمشاركة إن شاء الله منتخبات الإمارات في هذه. راح تكون هناك مجموعة من التجمعات إن شاء الله على مستوى الدولة على جميع الإمارات، ونسعى إن شاء الله أن يكون هناك بطولة وطنية أو كأس وطني بمشاركة كافة فئات المجتمع وكافة شرائح المجتمع. وجود جميع شرائح المجتمع مع أخوانهم أصحاب الهمم راح يساهم بشكل كبير في الاستفادة من استضافة دورة الألعاب العالمية. فعلى هذا الأساس عندنا إن شاء الله تصور، أن ما نريد نعلن عنها الحين، لكن إن شاء الله يكون مفاجأة لدورة الألعاب العالمية أو قبل دورة الألعاب العالمية، أن يكون هناك بطولة وطنية على مستوى كبير إن شاء الله، وراح تأخذ أبعاد ثانية إن شاء الله. على هذا الأساس إن شاء الله راح تكون هناك مجموعة من التجمعات الخاصة أيضا للمنتخب. نوعدكم إن شاء الله بمشاركة طيبة، ويكونون إن شاء الله جميع اللاعبين مستعدين لهذه الدورة إن شاء الله. رح نرجع نتحدث في بعض التفاصيل، ولكن نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل ولنعود بإذن الله. رحلة المعرفة تبدأ بقلب صفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات، تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب، تحلق بك إلى الأعلى لتسمر الفضاء وترى المستقبل، تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات، وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. بكم من جديد، ونعود لنكمل حوارنا حول مشاركة منتخب الإرادة في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص. هذه المشاركة الأكبر ونتائج هذه المشاركة من العديد من ميداليات الذهبية والبرونزية والفضية من خلال وجود ضيوفنا موجودين معنا بالاستوديو. أستاذ جمال، رح أرجع إلى حضرتك وهذا العدد الكبير من المشاركين وهذا الدمج الجميل ما بين ذوي الهمم وأشخاص أسوياء ما عندهم أي من التحديات. نتحدث عن كيفية توجيه ذوي الهمم في بداية حياتهم وفي بداية تحدياتهم نحو الرياضات المختلفة. حضرتك كمدرب، كيف بنوجه الأطفال في بداية حياتهم لرياضات مختلفة سواء كانت سباحة، بولينج، كرة قدم؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لأصحاب الهمم من بداية دخولهم الأندية وحسب ما نحن في نادي الثقة المعاقين
لما بيجي اللاعب دائما بنشوف رغباته هو من خلال توجهاته، وهو المفروض طبعا كلياته مخليهم يطلعوا على كل اجزاء النادي، كل يعني الاقسام الموجوده، ولاحقا حسب ما هو يعني رغبته تبدا فبنبدا نهتم فيه. بالنسبه لي انا على السباحه يعني دائما من خبره طويله صارت بقدر ميز الاولاد اللي بدهم فقط الماء من اجل ان يستمتعوا، ولا بدهم الماء من اجل ان يصبحوا رياضيين في المستقبل، حتى ولو كانوا اصحابهم هم عندهم المعرفه لمراحل معينه انه ممكن يصيروا سباحين او عندهم رغبه، فبنبدا من هالمرحله من البدايه نجهز فيهم. طبعا العمل يحتاج الى صبر، الى همه، عدم الملل، عدم فقدان الامل انهم يوصلوا. هذه النقطه المهمه بالنسبه لهم، ومع التدريب بحفز فيهم، لازم تحفز فيهم انهم يكونوا ابطال، انهم يوصلوا لهدف، والهدف هو انه مثل ما قلنا انه يوصل ل يقدر يرفع علم بلده في مرحله في النهايه من تعب سنين طويله، ويقدر يمثل بلده بشكل مشرف. جميل. رؤيتنا للتقرير اللي فيه عبد الوهاب يعني بيرفع الأمل فينا ما شاء الله، بهذه الإنجازات، بالميداليات، بممارسة حياته الطبيعية، بأولاده اللي شفناهم الله يحفظهم، يعني هو يعني تجسيد كامل لتحقيق الهدف اللي إحنا جميعنا عم نشتغل عليه. لكن لا زالت التحديات أستاذ طلال موجودة، و2019 على الرغم من نجاح الألعاب الإقليمية، لكن 2019 استقبال عدد كبير من أصحاب الهمم وهذا الحدث العالمي الكبير. أين هو المجتمع الإماراتي من قدرته على التواصل مع هذه الفئة وبالفعل دمجهم في مارس 2019؟ في البداية وقبل ندخل في هذا الموضوع تفضل. يمكن مثل ما أشرتي في التقرير، يمكن شفنا كيف أهمية تواصل الأهل. ما شاء الله أهل عبد الوهاب مثل ما شفنا عندهم حس المسؤولية، وكيف دامجين ولدهم في المجتمع بالطريقة الصحيحة. شفنا الأب يتكلم عن موضوع مشاركاته وأنه بطل، الأم أيضا ما شاء الله داعمة لولدها وأنه ودوه للسباحة، وهذا شيء يشرف الحمد لله. اليوم المجتمع تواصلهم ودمج أصحاب الهمم معاه يسهل عملية دمجهم بشكل كبير. فمتى ما كانت الأسرة تساهم في نجاح الابن هذا بنشوف نجاحاته الرياضية إن شاء الله وغير الرياضية أيضا. صحيح. عبد الله ما شاء الله صاحب أسرة وشفناه يمشي مع أبناء الله يحفظهم ويخلي لهم إياه إن شاء الله ويخلي لهم. فمثل هذه الأمور تساهم بشكل كبير في أنهم يتعدون كل المراحل اللي تساهم في دمجهم في المجتمع. مثل ما أشرتي يمكن الهدف الأساسي من استضافة هذه دورة الألعاب هذه هي توجيه رسالة للعالم وللمجتمع أيضا بأهمية دمج أصحاب الهمم في المجتمع بشكل عام. دولة الإمارات الحمد لله ما استضافت هذا الحدث إلا لوجود بنى أساسية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع. الحمد لله حكومة دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في هذا الدمج. نشوف اليوم مؤسسات وأندية مختصة فقط في رعاية أصحاب الهمم. صحيح. في كثير من الدول مش موجود هذا الشيء. الحمد لله الله يطول أعمار شيوخنا إن شاء الله، دعم متواصل، استقبالات رسمية في حال الفوز بإنجازات أو غيرها. صحيح. من دعم الأمور لا محدود بصراحة. دائما. صحيح. أيضا في الأمور اللوجستية اللي موجودة، أي مول تروح، أقرب باركن، أقرب عملية، كلها دائما مختصة بأصحاب. مستثنين من كثير من يعني من الالتزامات رسوم أو غيره، وهذا لهم ميزات. هذا شيء مهم. صح. هذا شيء مهم في عملية الدمج. فالحمد لله دولة الإمارات قاطعة شوط كبير. أكيد. هذه البطولة أو استضافة هذه البطولة مثل الجوهرة اللي في التاج إن شاء الله تكون في أنها تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة دمج أصحاب الهمم في المجتمع. تأكيدا على كلام دكتور أنه يعني بعد البطولة مباشرة صارت تجيني اتصالات عم ياخذوا رقم الشخصي ويتابعوا معي أنه بدنا نجيب أبنائنا. بدنا نجيب أبنائنا وإمتى الأوقات اللي بنقدر. اليوم أنا وجاي على الطريق قالوا لي أنه يحدد لنا وقت منشان نجيب أولادنا، أولادنا بيحبوا السباحة وبدنا نواجههم. كان في الفترة الماضية يمكن كان الأهالي ما يعرفون يتصرفون في عملية وجود ابن في حالة معينة أو شيء. هذا النوع من الرياضات ونشوف اليوم عبد الوهاب أو أخوان المشاركين أبطال
يتوجون بالميداليات، صارت الاهالي تسعى انها تغير نظره المجتمع. هذه 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 النقطه الاساسيه، صحيح. تغيير نظره المجتمع اليوم بيساهم بشكل كبير، وحتى العمل الرياضي اجمالا، الجهد الرياضي بيغير يعني من طبيعه اصحاب الهمم، بينقلهم من نقله نوعيه من حاله يعني منفرده معزوله الى اندمج. وحتى يعني فيزيولوجيا يعني بيتطور عمل الدماغ نتيجه الجهد الرياضي المتواصل والعالي، يؤدي الى تغذيه الدماغ، الدماغ بيتطور، فالاولاد بيتحسنوا يعني يعني بنسبه كبيره جدا. الحاله النفسيه عندها تصير جدا ايجابيه. يعني في عندنا كثير اولاد كانوا في حالات سيئه انتقلوا، يعني اليوم مندمجين كامل بالمجتمع، في منهم اللي بيعزف بيانو، اللي بيعزف جيتار، اللي يعني هي هاي الرياضات من جهه بتغير نظرة المجتمع من كونه هذا الشخص هو عبء أو عالة أو بينقص إشي معين إلى إنسان يعني منتج مبدع يتوج بمراكز أولى وميداليات، وأيضا يعني بغير نظرة الشخص نفسه من أنه أنا غير قادر على أني أعمل ولا إشي، فهو نفسه بزيد الثقة بنفسه أنه قادر على العطاء. أستاذ جمال، من خلال يعني عبد الوهاب وتفاعلك مع ذوي الهمم والصبر المطلوب منك، الله يعطيك العافية، يمكن أنت بمثابة الأب لهم، شعورك أنت وأنت ترى مثل عبد الوهاب وغيره مندمجين في حياتهم الاجتماعية، مندمجين في حياتهم وبعطائهم بشكل عام، إيش بخليك تحس؟ يعني شعور حقيقة يعني لا يوصف حقيقة شعور، لأنه أنت لما بتشوفي إنسان في حالة معينة وبتنتقلي معه بعد سنين عمل طويلة إلى حالة أفضل بكتير، أنه بتشوفي صار مشارك، صار منتج، صار يعرف أنه هو موجود، فأنت يعني شعور يعني يعني عالي جدا من الفرح والسعادة، هو حقيقة سعادة بتغمرني دائما هالشعور إنه قدرت أسعد آخرين، فيعني بسعد تماما لما بقدر أسعد الآخرين. وهذا الاستقرار الاجتماعي ما مدى تأثيره على النتائج؟ يعني بالنسبة للسباحة، ما مدى تأثير استقرار عبد الوهاب الاجتماعي ووجوده بأسرة متفهمة على تدريباته؟ هل بتدلل الصعوبات على النتائج اللي بيحصل عليها؟ أكيد الاستقرار الاجتماعي مهم جدا، إذا الأهل متفاعلين وإذا الأهل متابعين النتائج حتكون إيجابية، يعني بدليل عبد الوهاب، وحتى يعني أنا عندي 10 لاعبين متواجدين بالنادي بيتدربوا بشكل مستمر، والنتائج اللي وصلنا لنا ما بس تعبي لحال، الأهل متابعين مباشرة، إذا في أي إشكال، إذا في السلوك شيء بطلب من الأهل يساعدوني، فوصلنا أكيد نتيجة التعاون الجميع يعني وصلنا لنتائج مبهرة. حقيقة أنا مجموعة كتير جميلة متفاهمة، أولاد منظمين مرتبين، نتيجة استمرار التدريب، نتيجة متابعة الأهل، نتيجة الناس صارت تتقبل وصارت بدها تعرف، فهنا على طول جاهزين ليستعرضوا قدراتهم، ليستعرضوا قواهم، ليفرجوا جمال فنياتهم، فكثير يعني تواصل الأهل أتوقع شيء مهم جدا مهم جدا طبعا، يعني حتى نحن أنا حتى معلوماتك أنت كمدرب لو تسمح لي كابتن جوان تأخذها من الأهل، صحيح نوعية الأكل غيرها، تعرفين هذا الرياضيين يدخلون في معسكرات، واليوم احنا الأهداف من هذه المعسكرات نفس ما أشرنا سابقا اللي هي عملية الدمج وإحساسهم بأهمية هذا الحدث واللي بيكون موجود ويرفع من معنوياتهم. شفنا اللعيبة وبعض الأهالي يتواصلون ويانا، ليش ابني مش في المنتخب عشان يدخل هذا المعسكر، وفتحنا المعسكر لبعض اللاعبين اللي مش منضمين للمنتخب بس لإعطاء الفرصة، خاصة اللي كانوا في حالات نفس ما أشرنا يمكن شديدة شوي في عملية التوحد او غيره، وكسروا نتيجه واعطوا نتيجه اعطوا نتيجه جابوا ميداليات وكسروا يعني كثير يعني الحمد لله. في شخص جبناه اخر اسبوع يعني هو حاله توحد يعني صعبه بالنسبه لنا كسباق، وتفاجئنا انه خلال 15 يوم بالمعسكر هو دخل بالمود بالنظام تبع وجاب لنا فضيه، جاب فضيه ولو نحن غامرنا كسر سباق كسر حاجز كبير كسر هذا الولد. انا يعني بشكل شخصي ولي امره تواصل معي وقال لها فرصه ولو سمحت، ومن هذا المنبر ننقل لهم التحيه ايضا. فالمعسكر كسر عنده حاجز كبير، انا شفته اخر يوم او قبل البطوله بيوم يسلم ويسولف وانا جاهز ويحس انه سوى انجاز كبير وجاب ميداليه. فهذا الهدف، هذا يعني لا زالت هاي الفئه يعني على الرغم من كل ما نحاول احنا انه نقدمه لهم، انا بشوف لا زالوا يقدموا لنا كثير من العبر والدروس بقدراتهم وبانجازاتهم. فشاكره جدا لوجودكم معنا اليوم. اسمحي لي اوجه رساله بس اخيره في وجود الكابتن جمال او غيره، كل الشكر والتقدير لمدربي اللاعبين هذه له.
عطوا من وقتهم، عطوا من صحتهم، عطوا من كل قلبهم. صحيح. تطوعيا وكانوا قد المسؤولية سواء كان في البطولة أو قبل البطولة وإن شاء الله بعد البطولة. فنشكرهم من هذا المنبر فريق العمل اللي كان مشرف على المنتخبات الوطنية والإداريين والمرافقين اللي كانوا معهم. والشكر موصول لكم الأستاذ طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، والأستاذ جمال ناصر مدرب منتخب الإرادة للسباحة، وعبد الوهاب الحوسني لاعب منتخب الإرادة. شكرا جزيلا لوجودكم معنا اليوم. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لنا لهذه الليلة. لقاءنا يتجدد في الأربعاء القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.